قوتنا المسلحة. شهد قطاع طنطرة شرق قتالا مرهما وباسلا. ووحدات الصاعقة للاستيلاء على موقع المنطقة القومية بالقنطرة الشرق، وقامت بمطاردة العدو داخل المدينة وحصار الفنود الهاربة وقتل وأسر عدد كبير من قواته، لتعلن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرير مدينة القنطرة الشرق كأول هدف استراتيجي يتم تحريره من قبضة العدو في الحرب. تحيا مصر. ستظل حرب اكتوبر عام 1973 علامة فاصلة في تاريخ مصر الحديث، ومصرا مجيدا شاهدا على بسالة الجندي المصري وبراعة التخطيط العسكري لقادة هذه الملحمة. وستظل أرض سيناء حافظة لدماء المصريين الذكية التي روت رمانها، وحاضنة لأرواح الشهداء الطاهرة التي افتدت تراب الوطن بأغلى ما لديها الحياة. سوف يتوقف طويلا بالفحش والضرب أمام عملية اليوم الثالث من أكتوبر سنة 73، إذا تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط برلين المنيع وإقامة رؤوس الجسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. على إعادة افتتاح رئيس السادات لقناة السويس في يونيو عام 1975، اتخذ رئيس الوطن قراره بزيارة إسرائيل بعد تفكير طويل لتحقيق السلام الكامل على أرض سيناء. وفي 20 نوفمبر عام 1977 ألقى السادات خطاباً أمام الكنيسة الإسرائيلية، وأعلن أنه يستهدف السلام الشامل لتنتهي المباحثات الاتفاقية الكارديه عام 1978، لتتسلم مصر سيناء ويعاد افتتاح قناة السويس بطريق سلمي، ويحصل السادات على أي هذه المبادرة على جائزة نوبل للسلام، ولتنتهي حالة الحرب وتفتح اتفاقية الباب أمام مشروعات تقنية وأدوار سيناء. حركة العمران في سيناء، تعمير سيناء، ميناء نويبع. حفظ الله مصر وطناً طيباً يحنو على أبنائه، ومنارة عالية تشع بضياءها على العالمين. شكراً.